Liebe Schüler und Schülerinnen des zweiten Schuljahres herzlich willkommen. Heute sprechen اعزائي طلبه وطالبات الصف الثاني الثانوي اهلا وسهلا ومرحبا بكم. ما في الدرس السادس بعنوان سايت يعني وقت الفراغ. النهارده معانا الشغلت دي هنتعلم فيها سايت يعني وقت الفراغ و هوبس يعني الهوايات. Learn سيل الهدف من درس اليوم اللي هنتعلمه النهاردة Über die Freizeit und seine Hobbys sprechen إزاي أتكلم عن الهوايات ووقت الفراغ بعد كده هنتعلم آند تسايجن ليزن أند شايبن يعني قراءة وكتابة الإعلانات نبدأ مع بعض أول حاجة معنا فوكابولار كلمات وهنتعلم فيها هوبس يعني الهوايات أول كلمة معنا النهاردة بخيف شخايبن وتعني يكتب خطاب شفيمن يعني يعوم أو يسبح فاغن معناها يقود أو يسافر فغات فاغن يعني يقود الدراجة فغايند غيفن يقابل الأصدقاء غيلن يشوي يعني يشوي اللحم ام انترنت زوفن يعني يتصفح الانترنت يوجن يعني يركض نكمل الكلمات مع بعض ده بغيف بغيفه يعني خطاب او رساله داش بوت يعني رياضة دي فخايت سايت جمعها فخايت سايتن يعني وقت الفراغ دي ديسكو ديسكوس وتعني ديسكو داس فغاد فغيدة يعني دراجة داس كمبيوتر شبيل كمبيوتر شبيل لعبة كمبيوتر داس انترنت يعني الانترنت داس هوبي جمعها هوبس وتعني هواية غيزن فعل معناه يسافر شلافن يعني ينام شي فاغن يتزحلق على الجليد شبوت مخن يمارس الرياضة تنسن وتعني يرقص غفن يقابل فاندر يتجول وأخيرا بلايبن يعني يظل أو يمكس الآن مع الجزء الخاص بالكومنيكاتسيون المحادثة وهنتعلم فيها إيه؟ über Freightsight سايت in ازاي اتكلم عن الانشطة في وقت الفراغ الحاجات اللي انا بعملها في وقت فراغي über Lieblings Sachen erzählen واحكي عن الأمور الخاصة أو المفضلة بالنسبة لي. سايجن lesen und schreiben يعني قراءة وكتابة الاعلانات. نبدأ بأول حاجة التحدث عن أوقات الفراغ أو الأنشطة اللي بعملها في وقت الفراغ ازاي أسأل عن وقت الفراغ بقضيه ازاي؟ بسأل بالألماني بقول Was machst du gern in der Freizeit؟ يعني ماذا تحب أن تفعل في وقت الفراغ؟ بسأل واحد بتعمل إيه في وقت الفراغ؟ أسأل بالألماني وأقول مرة تانية يا شباب فاس ماخس إن ماذا تحب أن تفعل في وقت الفراغ؟ ممكن يجاوبني ويقول لي إيش ليزي أحب القراءة أو أحب أن أقرأ إيش فيميجان أحب أن أسبح أو أعوم إيش زوف جان إم إنترنت أحب أن أتصفح الإنترنت إيش شغايب جان بغيفة أحب كتابة الخطابات نلفت النظر لحاجة بسيطة يا شباب لما الاقي كلمة جرن بعد الفعل كده زي ما شايفها بعد كل الافعال اللي قدامي معناها ان انا بحب اعمل هذا الشيء ايش ليز جرن يعني احب ان اقرا ايش شفاما جرن احب ان اسبح واعوم ايش زواف جرن بانترنت بحب اتصفح الانترنت ايش خايب جرن بغيفة يعني احب ان اكتب الخطابات يبقى كلمة جرن لما الاقيها بعد الفعل معناها ان انا بحب افعل هذا الشيء بعد كده في صيغه تانية لهذا السؤال نعم في صيغه تانية بتقول لي فاز يعني ما هي هواياتك برضو معناها ان انا بسالك بتحب تعمل ايه في وقت فراغك ممكن اجاوب وأقول ايش فاغ فغاد يعني اقود الدراجه بحب اسوق الدراجه مثلا او العجله ايش كوخجان احب ان اطبخ ايش جان دي احب مقابلات الاصدقاء احب اقابل الأصدقائي ايش شبيلي فوسبل احب ان العب كره القدم يبقى يعني عرفنا صيغتين للسؤال عن الأنشطة اللي أنا بعملها في وقت الفراغ was ماذا تحب أن تفعل في وقت فراغك والصيغة الثانية هي was sind deine ما هي هواياتك وجاوب ببساطة جدا من الكلمات اللي أنا تعلمتها خلال الدرس بعد كده هنتقل لجزء ثاني اللي هو über الزخن أو über erzählen إزاي أحكي عن الأمور أو الأشياء المفضلة بالنسبة لي إيه الحاجات اللي أنا بحبها نقرأ مع بعض هذا النص الصغير واحد بيتكلم وبيحكي عن نفسه وعن الحاجات اللي هو بيفضلها او بيحبها بيقول ماين نامي است ماكس اسمي ماكس ماي بلينجس هوبي است موزيك هوغن يعني هواياتي المفضله بلينجس هوبي يعني هواياتي المفضله هي سماع الموسيقى ايشت غف مش جان او ماين فرويد احب ايضا مقابله اصدقائي ام فوخن اند يعني في نهايه الاسبوع كوخي ايش جان بحب اطبخ كوخ ايش قلنا معناه ايه بحب ان انا اطبخ اوند ام ابند في المساء جيه ايش ايم بيسشن فغاوش باتسيرن بحب بالليل اتمشى بعض الوقت او قليلا مع زوجتي يدن زون تاج. كل يوم احد شبيلي ايش فوسبال ميدين فويندن. بلعب كرة القدم مع الاصدقاء زي ما قلنا هو عبارة عن نص صغير بتكلم فيه عن الامور اللي انا بحبها الامور اللي انا بفضل اعملها في وقت الفراغي وكله بيدور حوالين عنوان الدرس اللي هو ايه يا شباب في فايت سايت يعني وقت الفراغ ان تسايجن ليزن اندش ديشرايبن دلوقتي هنتعلم ازاي اقرا واكتب اعلان واحده بتتكلم عن نفسها وبتعرفنا بنفسها بتقول هالو اهلا ايش هايس ايفي انا اسمي ايفي ايش بين اي اون سفانسي الت كوم اوس اوسترايش اوس انا عمري 21 سنه ومن النمسا أوستغايش يعني النمسا أو سالتسبورج من مدينة اسمها زالتسبورج في النمسا مهم جدا بقى اللي احنا بنتعلمه النهارده وقلنا فغايت سايت ان دي سايت يعني في وقت الفراغ بعمل ايه؟ ان دي غاية سايت غيفي ايش ماين فرويند بقابل اصدقائي ماين غويند فيشتيش فيا مش اصدقائي مهمين جدا بالنسبة ليا زيا فيشتيش معناها مهمين للغاية أو جدا بالنسبة ليا im في الصيف جيهم via zusammen wandern بنذهب للتجول مع بعض zusammen معناها معا او سويا oda schwimmen او, أو بنذهب للعوم schwimmen معناها قلنا يا شباب يسبح او يعوم ايش خايبه زاجا بغيفي und emails يعني انا بحب اكتب ايه الخطابات والايميلات واحده بتعرفنا بنفسها ايضا وبتحكي عن وقت الفراغ ازاي بتقضيه او بتحب تعمل ايه في أوقات الفراغ بتقول أخيرا بتش غايبت ميا لو سمحتوا اكتبوا لي وبتكتب اسمها في الآخر اي في ناخد مثال آخر واحد اسمه تيمو بيقول هالو أهلا إيش هايس تيمو إيش بين أخت سين يا ألت أنا عمري 18 سنة أوند كومي او ستويتشلاند من ألمانيا أوس برلين من, من مدينة برلين إن دير غايت سايت ده المهم عندي الجمل اللي إحنا بنتعلمها بالنسبة لدرس النهاردة في وقت فراغي بعمل ايه ليزي اشجان غمان يعني احب قراءة الروايات كلمة غمان معناها الروايات بيشا يعني الكتب زين زا فيشتش مش الكتب مهمة للغاية بالنسبة لي ايش زيه جان أوخ فان خدنا الفعل اسمه يا شباب فان زيهن قلنا فعل منفصل معناه ايه احب ايضا مشاهدة التلفاز بحب ايضا اتفرج على التلفزيون ايش بخي كمبيوتر شبيلو بحب ايضا العاب الكمبيوتر امزون في يوم الاحد جه اشمت في إن انسكينو اودا انستياتا يعني يوم الحد بذهب مع اصدقائي الى السينما او الى المسرح بيتش خايب ميا تيمو خلاصة هذا الجزء زي ما قلنا يا شباب ان احنا بنتعلم ازاي اتكلم عن وقت الفراغ واقول الهوايات اللي انا بحبها او بفضل اعملها سواء مع نفسي او بالنسبة لمشاركتي مع اصدقائي دلوقتي ننتقل للجزء الخاص بالكراماتيك القواعد وهنتعلم فيه بعض الافعال زي ليزن تغفن شلافن او فاغن نشوف مع بعض كده اول فعل معانا الفعل ليزن ومعناه يقرا ليزن يعني يقرا بيقول لي الفعل ده بيتغير فيه حرف متحرك ايه الى اي e. الحرف ايه بيتحول الى اي e. اي مع الضمير دو و اس الحرف ايه يا شباب اللي موجود في اصل الفعل هنا ده بيتغير الى اي اي مع الضميرين دو و او اس وزي نشوف تصريف مع بعض ايش ليزه حذفت الاي ان زي ما اتعلمت ازاي اصرف اي فعل في الالماني بنفتكر مع بعض وزودت اي عادي جدا ايش ليزه انا اقرا دو ليست انت تقرا ايه اللي حصل يا شباب الاي اتحولت الى اي اي الاي اتحولت الى اي اي مع الضمير دو دو ليست اي اس إيه إيه زي ليست ايضا الاي اتحولت الى اي اي فيا ليزن نحن نقرأ عادي جدا. اي ليست زودنا تي عادي انتم تقرؤون زي ليزن هم يقرؤون. يبقى في بعض الافعال في اللغه الالمانيه بنقول ان بيتغير فيها حرف متحرك في اصل الفعل. حرف متحرك في اصل الفعل قلنا الاي هنا بالنسبه لفعل ليزن بتتحول الى اي اي بتتحول الى اي اي مع ايه؟ مع الضميرين دو ومع ايه واس وزي يا شباب. بيقول لي اخيرا إيه بنزو معناها بالمثل يعني نفس الفعل برضه اسمه زيهن، الفعل زيهن بصرفه بنفس الطريقة اللي صرفت بيها الفعل ليزن، بيتغير فيها حرف الاي كده إلى إي إي مع الضمير دو وإع وإس وزين. ننتقل الآن لجزء تاني وهو الفعل تغفن معناه يقابل، بيقول لي الفعل ترفن ده بيتغير فيه الحرف المتحرك إي إلى إي، الإي بتتحول إلى إي أيضاً مع الضمير دو وإع وإس وزين. نشوف تصريفه مع بعض كده يا شباب، يبقى إيه اللي موجوده في اصل فعل بتحول الى اي بقول ايش تغفى يعني انا اقابل دو تغفست انت تقابل ايه اللي حصل الاي اتحولت إيه الى اي اهي مع الضمير دو إي و اس و زي تغفت ايضا الاي اتحولت إيه الى اي فيا تغفن عادي جدا يا إيه تغف زي تغفن بيقول لي ايه ايضا في بعض الافعال بصرفها برضو بنفس الطريقه زي الفعل تغفن ايه هي الفعل اسن ويعني يأكل هنا الحرف ايه هو اللي بيتغير اسن جيبن معناها يعطي ده الحرف اللي هيتغير مع الدو مع الاير و وزي هلفن معناه يساعد الايه برضو اللي بتتغير شبغيشن اخيرا معناه يتحدث شبغيشن يعني يتحدث يبقى الاربع افعال دي لازم اكون حافظها مع الفعل تريفن واعرف ان لما اجي اصرفها يا شباب اصرفها مع الدو مع الاير و وزي اللي بيحصل قلنا الايه بتتحول الى إي، الإي بتتحول إلى إي مع الضمير دو وإي وإس إس وزي فيجب حفظ هذه الأفعال ان قلنا معناه يقابل تحت اس يأكل جيب يعطي هلف يساعد بغيش يعني يتحدث الجزء الثالث بالنسبة لهذه الأفعال فعل فاغن معناه يسافر بيقول لي إن الفعل فاغن بيتحول فيه حرف أ آه إلى أ آه أوم الاب الأ إلى ا آه لاوت أيضا مع الدو مع الإي والاس إس وزي يبقى الأ بتتحول إلى إيه يا شباب ا اوم نشوف مع بعض تصريفه بقول ايش فاغ دو فيغست ال تحولت الى ايه يا شباب ا اوم زي ما شايفين اس زي فات ال ايضا تحولت الى اه اوم فيا فاغن يا إيه فات زي فاغن ببساطة جدا يبقى اللي حصل عندي فقط مع الضمير دو ومع اير واس وزي ال الى ا اوم ايبن زو ايضا او بالمثل الفعل شلافن معناه ينام شلافن <متحدث> انفانجن معناه يبدا وده فعل منفصل زي ما اتعلمنا قبل كده جفال معناه يعجب او يروق لي حاجه انا بتعجبني او بحبها يبقى الافعال دي ايضا يا شباب يجب ان احنا نحفظها اعرف ان الافعال اللي قدامي ديت بيتغير فيها الحرف ا آه الى ا آه املوت مع دو وا و الان ننتقل لتمرين فيلي دي ريشتيج فوت اوس اختر الاجابه الصحيحه نوما اينس تيمون انس مير يا ترى اقول فاغ فات فيرست فاغن تيمو لو شلت اسم تيمو ده اسم ولد شخص هقول اير واير بتاخد تي يبقى اقول تيمو فات لكن هنا الاب بتتحول الى يا شباب زي ما لسه متعلمين الى ا املاوت يبقى تيمو فات موجن ان سمير نمرة 2 فان نوع دي فيلم ان ام زيبن او بقول متى يبدا الفيلم فعل منفصل اسمه ان فانجن يبقى أقول ايه يا شباب فان فنجد دا فيلم ان متى يبدا الفيلم نمط غاي داس هيم نقط ميا لايدا نيشت القميص نقط لا يعجبني اقول ايه بقى جفلت جفالن جفال جفاله طبعا هقول جفلت الا آه ايضا بتحول الى اه اوملاوت مع الفعل جفالن قلنا جفالن يعني يعجب ودي من الافعال اللي الا آه بتتحول فيها الى اه اوملاوت مع الضمير دو واير واس وزي عشان لو شلت كلمه داس هيمد حط ضمير اسمه يا شباب اس فاقول داس هيمد جفلت ميا لايدا نشت للاسف القميص مش عاجبني او لا يعجبني داس هاز دو ده اللي اتعلمناه النهارده يبا فرايت سايد اكتيفيتي ازاي اتكلم عن الانشطه في وقت الفراغ يبا ليبلينج الزخن ايت ازاي احكي عن الامور المفضله بالنسبه لي الاشياء اللي انا بحبها او افضلها أنت سايجن ليزن اون دشرايبن اكتب واقرا الاعلانات كونيوجاتسيون اون ريجل ميسجا تصريف بعض الافعال الشاذه زي الفعل ليزن وقلنا بيتغير فيها A إلى اي e اي مع الضمير دو اير و اس وزي ايضا الفعل تريفن بتحول ال إلى اي e واخيرا الفعل فاغن اللي بيتحول فيه ال A إلى A أم وبكده نكون انتهينا من درس اليوم على أمل اللقاء في دروس قادمة داس فاس في فولك und alles gute Tschüss